أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك سبحان مي على سيد الميديا فضلنا دانا قول سبتا سبسكرايب صاركم بيلك فرد دور ركي قدن بي وسبحان ما سبيها خضب حساسي اي نصوص على فضلنا لجوك حب حساسي فهد ياسين او امري ان حلك لغا قادو تليها بوليس كدقم دا جوهر اي حجار او ارنتي سميي تليها عيدن كبوليس كعبد حسن محمد حجار ايا حلك قادس كو سميي تليه سلق بوليس كدقم دا جوهر اساقا او مغا عابي تلي عصب على سيد الميديا يا لو حقيقي ان حلك قادس تا او امري فهد ياسين اقاسمها نسا كدب مركي او قوري كإجانة ربي فهد مغالة دا جوهر لو دي دي كدبنا كو امري تاليها حلك لغا قادو ان او سوحيرو ملكي لها قوري غاسي او شيغي ان آنو قوري جيسا اهين كيرو كبتان عن جيحا يا كبية دي دي امرك فهد ياسين تاسو كنتي ان شلي حلك لغا قادي تاليها صلقة بوليس كجوهر كبتان محمد سياد علي عن جيح اساقا او بدلي ارك تاليس كبو بوليسكا وحانا وريكتك صوب بعدي حفيسكا تليا بوليسكا حجار حلكي تليها صلقة بوليسكا مقالة جوري عاصمة دهير شبيل اللوغو مقعابي قاشان لدحي بشير حسن حلفوي تليا شهوغان كعيدن كبوليسكا ديغان دهير شبيل ايا وحال لفري اني لسعودان حلك قادس تيو مقعابيستا تليا شايس لمركاسين اي لشقيان تليها عصب تليسكا عيدن مدى بوليسكا فيدرالكا ايا ستوس اهي وليك عانتا اوغو جيرا او مقعابة تليا شعيد مدى بوليس كمامول قبلتي دهير شبيل قلمود ايا كوفور قلبيت وحانا كمدح بنان او تليا شودا مقعاو دا مامول قبلتي دا بدلاني جبلان هساها تفهد ياسين ايا امنك وحلا ياب لسميي كدب مركي قريقي اجارك اللو ديدي لكن تلياها دق مداسي جوهر كو امري انن كاسي شعبك اهي لسو حرم ما داما تلياها او ديدي اجارك قريقيسا سيكستبها اهاتي تليا حجار ايا امركي فهد ياسين قاتي حلكينك قاتي دينا عكلا بيش عالم كوار عصوب كسو سارتي وار صحافيت كسو بحي بيش عالم كايا رجو وناكسن لوغو موجيه هنان كايكو بلامتي دورشد الصوماليا وحانا مدحدة قولها ودا تشيغ قارن اي رئيس الوزارها ايا مدحدة دولت قبلية دا لوغو باقي ان اي سي ودان كولا مدودة انتا لغا سو قدان ايو جيد دي سعود كدورة شو ينكا سيدو كلا بيش عالم كا ايا رئيس الوزارة روبلي ايا مدحدة دولت قبلية دا لوغو باقي ان سي ان ديب او دع لحين اي او ابابولان دورة شد اخل كسر او ايهد ان اي بلاواتشن اي لواتن كلوليو بل سي قرال كا وحال لغو حسي ان دورة شد اسي اي سغال اي لواتن كي بشاني اي كا بلاواتي جبلان او افر كرسي او اقل كسراهي كسماي اللوغو دورتي ساحيب دا عالم كا وحي سو دوين يان هر مركا لغا سميي هرقلين تهشيس كي لواتن يتدو دي مي او اي ودا صحيحين رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اي مدح وين ياش الدولة دها حبنها كا دولة دا فيدرال كا سوماليا وحي نوغو باقين دولة دا فيدرال كا سوماليا ان اي سي ان ديب او دع لحين او ابابولان دورشا دا اقل كسر ايا لغو يري قرال كا تسالوين كا هر مركا اهي اي اغو دنبيي وحاكمد اه ان لا اسلاقاتي كالترسي دورشا او لعزبوني سيي انت بدن قدية دي مامولك دورشا دا حد دوالات لساي وحين اسك دح دورتين مدح دودا قدية لا اكمدي اي وزير دا دولة دا حبنها كا دولة دا فيدرال كا ايا ودا تشيكو ييشي مقالة دا قربها ري وحال لقبتي شير هر دا عاهي اي قدية امنية دورشا دا رئيس الوزارها ايا مقا عاوي قدية دنجريال نيات سم سكر لوغو أوروليو هرمركا قوندادا هاوينكا اي بقل كيبا صدن دورا شداخل كساري اياكا بلاباتي جبلان قولها ودا تشيغا قارن ايا قبتي شير جوكتا اهي ايا ودا حدالو عرمهاسي دمان تو دوا قولو امان مدن وحانكو باقينا ان شاقادا هرسن اي لغو سوغونا ندو جيد دي سعودكا دورا شوي كا اي سي داقصو اه هراي اوغو سعوتو اسلا سيدي ودار اوغول كا اي هيدا عرمها مدنان تاليه اي ديك ديگا اح وحاكم ده ان ديار گرو ديرا داهي اوفا فاحسن لو غلو امنiga دورا شرا سي لو كلا عده يو تلابو ينكا لغو سوغا يو متلا ده وينكا اي بارلوانكا اي بقل كيبا صدن ايو حالين تا مورنكا ولي كتاگن قدiga مارين تا دورا شرا ودجير وحا ورسا حافظيت كاني اوصو ساري دولدها ايو رادا كلا اح هولغل كميدوغا أفريكي أمي صومي صوماليا دن ماك جبوتي مصري توبيا ميدوغا يوروب ايو فيلان جرمالكا أورغو باليتكا إيغاد إيرلان تاليانيغا جبان كينيا أورغا جامعة دا عربتا هولان نوروين بولان خدر روشكا السودان إسويدان إسويسرلان بقرطويا دا ميدوبي اي بريتان دولة دا مرايكان كا إيا قرام دا ميدوبي فضلان ديب اداور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوق حساسي قرا حوقن او كدعي مقالة كسمايو يدان يرع يارتو يهالكاس لغو لايي مدحوينه وقتي كدعي فرماجة او قبيالد حوقن سميي
مدحوين أحمد مدوبة وكتعسيي جيريدي كوتي مدلن يرداسي ففاينا ديرادا أيال لغي هليا قارحي قلبتك دعي مغالا دك اسمايا كاسي أو هاليلي بس أي سارنايين عيار توي دا كوحو دا جي سي سي آي أو كردسر مغالا دك اسمايو غاري أو قارحا هاليلي أو قبي أهام بقبتي وحا إلا يهد لو حقيجي ورباهن تدمش أفر عيار توي أي أو كميد هاي دلن يردي سارنيد غاري غاسي halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen warar kala duwan ayaa ka soo baxay nooca qaraha haleelay gaariga ay saarnayeen ciyaartoyda waxay qaar kood sheegayaan in qaraha lagu xiray gaariga baska ahi halka kuwa kale ay sheegayaan in uu ahaa ismiidaamin laamaha amaanka ayaa ilaa iyo hadda wada baaritaan qaraxaasi ku saabsan ee dhalinyaradaasi lagu xasuuqay dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ka tacsiyay geeridii dhalinyarada ciyaartoyda ah sida lagu sheegay qoraalka soo baxay filla Soomaaliya farmaajo ayaa qaraxaasi ku macneeyay mid ka marakacaya sida argagixisada cadow uga tahay nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed qoraalka ka soo baxay warbaahinta dawladda ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha oo ka tacsiyay geerida dhalinyarada ciyaartoyda ee argagixisada Al-Shabaab ay ku xasuuqeen qaraxa ka dhacay Kismaayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iminka qabyaalad xoogan ku kacay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa laba qarax ka dhacay maalin dhaweyd magaalada muqdisho wax tacsiya uusan u dirin shacabkii halkaas lagu xasuuqay laakiin maanta waa uu ka xanuunsaday dhalinyaradii lagu laayay magaalada Kismaayo si kastaba ha ahaatee arrintani ayay dad badan ku macneeyeen farmaajo in uu xataa tacsida qabyaalad ahaan u soo bandhigo dhinaca kale axmed madoobe ayaa yidhi waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan bahda ciyaaraha jubbaland qaraxi maanta argagixisada la beegsadeen baska kooxda kubadda cagta ee halkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ka mid ahay ciyaartoyda kooxda qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaan alle ugu baryayaa in uu jannadii firdowse ka waraabiyo dhalinyaradaasi aan waxba galabsan ee argagixisadu ay dhiiggooda banaysatay waxaa kale oo aan alle caafimaad taamahay uga baryayaa inuu siiyo inta dhaawac ahay Al-Shabaab waxaa ka go'an inay beegsadaan qof walba iyagoo si bareer ahi u beegsada dadka waxgalka ahay sida dhalinyarada aqoon-yahanada iyo indhaha bulshada taasoo caddaynaysa inay si guud indhaha uga ridayaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in loo midoobo sidii kooxdaani aan uga adkaan lahayn isla markaasina aan u baabi'in lahayn ayuu yidhi dhinaca kale shabaabkii ugu badnaa oo lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Axmed Maxamed Cala Sawtereedisha ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo gaaraya 31 ruux lagu dilay howlgal ka dhacay degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan General Dereedisha waxa uu tilmaamay in ay furteen hub ay wateen dagaalyahanada Al-Shabaab oo kala ah 14 qori oo AK-47 ah hal qori oo BKM ah qoryaha siliska leh ilaa haatan howlgalka lagu guuleystay ayuu yidhi islamarkaasina xasuuq baan loo geystay taliyaha ayaa intaasi ku daray in howlgalka ciidanka xoogga dalka ujeedkiisu uu yahay sidii go'doonka looga qaadi lahaa Buuleburti oo muddo dheer ka xayiran isu socodka gaadiidka noocyada kala duwan bartamihii julaay 2021-ka taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odowa Yuusuf Raage ayaa degmada Buuleburti ka dhagax dhigay taliskii ugu weynaa ee qaybta 27-aad ee xoogga dalka Soomaaliya si looga qaado duulaanka ka dhanka ururka Al-Shabaab ciidamada dowladda federaalka ayaa dhaqaaqyo ciidan ka bilaabay gobollada dalka gaar ahaan Hiiraan Shabeellaha dhexe Galgaduud Mudug Jubbada hoose Gedo Jubbada dhexe Bay iyo Bakool xilli dalka u galaya doorasho xor iyo xalaal ahay howlgalka ugu xoogan ayaa waxa uu ka socdaa gobolka mudug halkaas oo Al-Shabaab laga saaray deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen bilooyinkii ugu dambeeyey waxayna ciidamada dowladda ku wajahan yihiin magaalada xarar dheere ee gobolka mudug magaalada xarar dheere oo ah magaalo ganacsi badan leh ayaa waxaa dhowr sano gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab waxaana la sheegay inuu halkaasi ka soo galo dhaqaale xoog leh oo ka caawiya dhaqdhaqaaqyada ciidanka oo ay ka wadaan gobolka mudug si kastaba ha ahaatee ciidankii duulaanka ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab ayay aad u xasuuqeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.